عارف بقى لما الدنيا تسود في وشك فجأة بدون أي مقدمات، كأنها بتديك بالشلوت وبتقولك البس البس بقى يا كمان. حكمت المحكمة على المتهم كمال نجيب بالحبس 3 سنوات. 3 سنوات. خلاص عرفت عرفت. احنا مش داخلين سينما اصلنا، مستعجل على ايه؟ طب امشي. طيب اجري. امو صف تاني، صف تاني وراك، صف تاني وراك. اهلا. الحمد لله على السلامة يا كابتن، ده انت نورت السجن قوي. الله يسلم حضرتك، والله منور بيك. اخرس هوا، خافوا بقى من الكابتن ده، بيضرب رجالة الداخلية. شوفوا هيعمل معاكم انتوا ايه. انا بس ممكن اقول لحضرتك حاجة؟ اتفضل. هو حكمي يعني مش ها؟ ايه؟ لعيب كورة، لعيب كورة دولي وواخد كاس مصر وبتاع، ما ينفعش اقف اتهزق مع الناس. لعيب كورة؟ يا اخي اتكسف على دمك. انا لما كنت بسنك كنت بحارب الارهاب، مش لابس فانيلا وشورت وبزحلق على بطني في الاستاد. لا يا باشا انا مش بتزحلق، ده انا لما بجيب الجون بعمل ايه؟ بروح قالع وجاري على ال. خلاص اتفضلوا من هنا. يلا. على فين يا باشا؟ على عماد. عماد مين؟ عماد اللي بيزوق الاولاد ده. حينقرشك نقرشك. انت شفت عماد ده قبل كده؟ بنقرش حال. طب يلا خطا سريع. اللي يا مسجون انت اهو. انت شفته؟ اللي بعده. هو ده حلاق ولا سمكري اللي داخلين عليه ده؟ خلصوني. مساء الخير. مساء الفل. استريح. يعني بعد اذنك كنت عايز اخفف من الجنب شويه. انت ما بتحلقش في كوافير نجلاء عشان تقول لي خف. نجلاء بتسلم عليك وبتقول لك اتوصل. طب وانت عايز نعمل لك ايه؟ اعمل لي فتله. يلا فتله. صلاة النبي، ده لموا المشخراتيه كلها هنا. اخرس يا شلاحف، عايزين ننام. شلاحف؟ عادل مش ممكن، انا مزنوق جدا وانت بقالك ساعه في التويلت. سيت امبوسيبل، عيب قوي تبص عليا وانا بعمل بيبي. اوعى. على فكرة اسمه تواليت مش تويلت. ده عشان انت فرنش، انما انا انجليش اقول تويلت. عشان كده عمرنا ما هنركب مع بعض ابدا. سلطان وي ميسيو. تغسلها بالديتول وما حدش يستعملها غيري، وخلي عينك عليا وانا نايم. انت محبوس في ايه لما ما خدتش طار ابوك؟ انا تاخرت الوقت اللي جت لابوي بس وصفته. بس وهو ابوك اتقتل ليه؟ انتخابات.
عندنا في البلد الانتخابات تمشي بالدور، والسنة دي كان أبوي عليه الدور ينزل الانتخابات، واد عمته قال له لا دوري احنا في جمعية، قبوها أبوي قال له عيب عليك يا ياد انت ايه ده انا خالك، قال له لا انا ماليش اخوال، أبوي صعبت عليه نفسه. ياه ده ايه الموقف المؤثر قوي ده؟ يا دهلي شناوي قلت له ارغي، قال لي واد عمتك قلت له اقتله، طلع الطبنجه وراح قتله. موت ابن اخته؟ راح اخو الواد قتل ابوي. موت خاله؟ وراح طنط اخه بس ما ماتش. ده ايه العيله المعفنه دي يا شناوي؟ اه والله ده انتوا عيله معفنه يا حبيبي. انتوا سمعتوا عن صله رحم والحاجات دي ولا ما سمعتوش؟ بقول لك الناس كلت وش في البلد. كل وشه كمال. ما هو باين طبعا. انا اول ما شفتك قلت وشك ده متاكل منه حاجه. ايه ده في ايه؟ ما بيجروا ليه؟ في ايه؟ في ايه؟ تايسون كمان. تايسون مين؟ ده بيت الثمانيه منهم 12 هنا في السجن. بس ايه يا تايسون؟ خد بالك من نفسك يا كمان. ايه يا تايسون؟ تايسون ايه يا تايسون؟ ربنا يهديك ما تبعدش عني، خليك هنا قدامي. صل على النبي. مالك ها مالك؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. صل على النبي، صل على النبي. انت مالك فيه؟ انت مين اللي مضايقك؟ ممكن تنزلنا؟ انا كنت مبسوط تحت الاخرون. مالك مالك؟ صل على النبي، صل على النبي يا ابن المجنونه. يا كابتن ما تخافش، ما تخافش قوي كده، احنا مسيطرين كويس. ايه ده بنطلونك مبلول ليه؟ كنت بسيطر على نفسي يا فندم. انت راخر. هبة هبة مش هبة. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. خير يا مين ده؟ انت مين؟ جابي. جابر مين؟ الدكتور جابر. الدكتور جابر. مرد ايه جابر؟ انت كل شويه تفزعنا باحلامك دي. ام سوري سوري حقيقي. خير خير، الله ما جعله خير. حلمت ان انا لابس اخضر فاحمر فاصفر فازرق، وهي واقفه من بعيد بتشاور لي، ولابسه بينك في موف في اوليف. طب وانتوا ايه اللي لبسكوا سجاجيد في الحلم؟ كنا واقفين في مكان كده زي ريسبشن كبير لونه اوف وايت، والارضيه كانت اقرف بوستاج. لقيتها بتشاور لي من بعيد، قلت لها انا؟ قالت لي اه. فاضيه يا دكتور؟ قلت لها رايحه فين؟ قالت لي الزاويه الحمراء. قلت لها رغم ان طريقي الكوب الاخضر بس تعالي. وانت كنت سايق تاكسي ومعاك زبون نازل فصل؟ لا تاكسي ايه، انا كنت في الريسبشن. انت نسيت ولا ايه؟ اللي هو ارضيته بوستاج وهو اوف وايت وكده. الا مين هبه دي يا دكتور؟ هبه دي اللي ما لحقتش ادخل عليها، فرقت 8 دقايق ما بين ما ادخل عليها واتمسكت. يا انتوا عارفين هيرودوت المؤرخ العظيم قال مصر هبه النيل، ما قالش نوال النيل، منال النيل الله يرحمه، وكانه كان عارف. بس الو. بس متهيالي يا دكتور ان هبه بتاعت هيرودوت غير هبه اللي اتاخدت على الكوم الاخضر. ايوه بس نفس الكونسبت. انتوا عارفين انا عملت حاجه ليا وليكم انتوا كمان، يعني انا قدمت طلب للمأمور ان يسمح لنا بالخلوه الشرعيه كل اسبوعين من ساعتين لثلاثه. ليه كتير؟ ما كفايه 5 دقايق. كفايه ايه؟ 5 دقايق. شناوي لما اخرج بالسلامه محتاج تبقى تجيلي العياده. ليه؟ هتكلم معاك شويه. في 5 دقايق. طيب صالون. يا هبه عارف يا صباح الخير. اكمل مع هبه. الدكتور جابر النمر. جابر دكتور نسا وولاده،
بس شاطر. انت ساكنه في 14 شارع الذكور في المعادي صح؟ ايه ده يا دكتور، عرفت ازاي؟ بنت. وبالاماره انت ثالثه ادب تاريخ مش كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه استخرت الله؟ جابر الشخص الغلط في المكان الغلط، بيعشق الستات، كان بيتجوز ويطلق كل شهرين تقريبا. من كتر ما عمل كده نسي في مره ان في 9 على ذمته. وحشني يا تعالى. انت عارف ان الدوله هتبتدي بكره؟ يا سعداني ما تفكروش يا ولا ولا يهمك يا كابتن. لا كابتن ايه بقى، قولي يا اسطى، قولي يا معلم، لكن كابتن ما تقولش الكلام ده يا كابتن. بكره تخرج وتلعب وتكسر الدنيا زي الاول. العب صعب يا سعداني، ده انا بقول يا رب الشركه تعمل حساب العشره وتشغلني على اي بريمه عندها. انا اسف يا صاحبي، ضيعت لك دراعك. ولا يهزك يا صاحبي، ما انا برضه ضيعت مستقبلي. وانت لقيت ايه؟ للاسف ما لقيتش حاجه. استر علي. معلش ابننا، ابننا برضه ابننا يا دكتور. قصدك بنتنا. هتبقي كويس. احب اطمنك يا باشا انك معاك حته فرقه بسم الله ما شاء الله، حاجه نيله. ايه؟ ايه؟ حاجة جميلة، والله العظيم ده حاجة جميلة جدا، أنا نفسي حضرتك تيجي وتشوف. أنا بس كنت عاوز أعرف حضرتك بلغت حد من المسؤولين أو من الوزارة؟ يو بعدين يا كمال، قلت لك لما أفضى حاجة أتفرج وأتملى في جمالك أنت والنجوم اللي معاك. براحتك يا باشا. كمال كمال يا كمال، انا سرقته يا كمال، سرقته انا، سرقته يا حاج. موبايل مين ده يا كمال؟ ده موبايل المأمور. شوفوا يا جماعه، صدقي منفض للموضوع بتاعنا تماما، ولو هو مش عاوز يروح لحد مسؤول عشان يعرض عليه الموضوع نبقى احنا نجيب المسؤول لحد هنا. ماشي انا معاك في كل اللي انت بتقوله ده، بس مش لدرجه ان احنا نسرق موبايل مأمور السجن. احنا لو اتقفشنا هيبقى فيها 6 أشهر زياده. ما تقلقش، انا قافل الموبايل لحد ما نشوف هنعمل ايه. طب وانت ناوي تكلم مين من الموبايل؟ وزير الداخليه. ده يسجننا ده. نعم حبيبي، وزير الداخليه ده يسجننا. انا مش عايز السجن ده على اساس ان احنا هنا في داندي مول. طب انت هتقول له ايه بس يا كمال؟ ايه عقل كده؟ انا بس قبل لما اعمل اللي هعمله ده عايز اعرف حاجه، انتوا ناويين تكملوا معايا لحد الاخر ولا عاوزين تقفوا هنا؟ احنا رجاله، احنا معاك. يبقى توكلنا على الله. السجن ده تلاقي صدقي بيدور على الموبايل بتاعه. طيب خد يا تعالى منك، خد يا تعالى. راح فين يا جاد؟ راح فين؟ لا ده انا كنت راح اقول للمأمور بس نطمنه ان احنا لقينا موبايل. بعتوني فجأة؟ طب انت هتعمل ايه دلوقتي؟ ما هو هيفضل يرن. الو الو ايوه الو ايه ده صار صوت ده ولا ايه؟ الو الو ايوه مساء النور. ايوه كده اتكلم. التليفون اللي بتكلم منه ده متهيألي بتاعي انا الحرامي. ده انت بجح قوي، سرقته ازاي؟ مين سرقته ازاي؟ انا مجهود. انت فين انت؟ انا اني بقى الساعه نفسي ما لقيتهاش. عارف انا ما لقيتش اتنين وخمسه. انا هطلع عندك الموبايل. Excuse me, I don't understand you. Can you speak slowly, slowly? You will use the English. Look, it's me. It's me. Do you love me? You love me? Do you need me? You need me. يا ابني التليفون فين؟ أنا اللي بقى الساعة 2 في الإنتاج. ولو ما جتش الساعة 2:05 أنا همسح عن عندي على الموبايل. ما أنا ما فهمتش ولا كلمة إلا بكرة بس. بكرة وبعد كده مو 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 مو. ايه اللي انت بقى قصد تقول لي؟ سوري اي هاف تو جو. سوري اي ام هاف تو جو. ماي ماي يا حنين. ماي
في الجراج؟ جراج ايه؟ وده بمسجل وزير الداخلية ايه ده؟ الحاج عبد السلام، الحاج عبد الحميد، الحاج عبد المعطي، بيبي، بيبي. ما تكلم لنا بيبي دي مفرفش شوية. مش وقتك يا جابر. شوف انا لما اقول نسجله اسم وزير الداخلية. وزير الداخلية. وزير وزير الداخلية، صح. معايا حضرات. مش ناقصاك يا صدق دلوقتي. لو عايز الكل تقول لي اسمك بقى. انا اللي كان شاغلني واللي كان قابلني اديتهم كل حاجة وهم استغنوا عني. وهم استغنوا عني وهم استغنوا عني وهم استغنوا عني. وبعدين في اللي ما ردتش ده يا نهار اسود. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الله يخرب بيتك يا صدقي، هتودينا في 60 دقيقة.